من اللجنة الأولمبية لاتحاد الكاراتيه مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين بيدرس حاليا وضع حد أقصى لأعمار اللاعبين في الأندية اللي بتلعب في مسابقات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى. الاتحاد تلقى مقترح من لجنة المسابقات بتحديد سن 35 عام كأقصى أو كحد أقصى للاعبين المسجلين في أندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى. المقترح هدفه فتح الباب أمام اللاعبين اللي سنهم صغير للمشاركة مع أنديتهم وخلق أماكن ليهم وسط طبعا الفرق الأولى بعد ما ارتفع متوسط أعمار اللاعبين بشكل كبير داخل الأندية. طبعا الاتحاد هيحسم قراره النهائي خلال الساعات المقبلة سواء بالموافقة على المقترح أو رفض، و حال تم اعتماد القرار هيتم تطبيقه من الموسم بعد اللي جاي ان شاء الله. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر من الكابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنه المسابقات. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا وسهلا. يعني اولا طمنا على استعدادات لجنه المسابقات لانطلاق الموسم الجاي ان شاء الله. اولا كل سنه طيبين. حضرتك بالصحه والسلامه. الله يسلمك. احنا طبعا كان عندنا مؤتمر السنوي كنا في راس البر 4 ايام، تم فيه مناقشة جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية بالمستويات دوري المحترفين والدرجة الأولى والدوري الممتاز ومسابقات الإناث كلها وأمون سيدات، وتم عمل قرعة لدوري المحترفين وعمل قرعة الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وأمون سيدات والمراحل السنية للنشئات. تمام. وتم مناقشة كل الأمور اللي تخص كرة اليد المصرية. كويس. وجود يعني هي تعتبر المؤتمر ده جمعية عمومية للاتحاد. احنا دايما واثقين في اتحاد كرة اليد في تطوير المسابقة المحلية طبعا للخروج باقوى منتخبات ان شاء الله عندنا. طيب موضوع يعني تحديد حد اقصى لسن اللاعبين 35 سنة حضرتك شايفه ازاي؟ انا ممكن لكل لي وجهة نظر انا مش اكيد مش هقولها، يعني حضراتكم اكيد درسين الموقف والموضوع، يعني مش عارف هل هو صعب ولا سهل. احنا فوجئنا طبعا عندنا في لعيبة عندها 50 سنة بتلعب في الدوري بتاع الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى. تمام. تم دراسة الموضوع في اللجنة الفنية وفي مجلس الإدارة، وكان اتقرر السن 32 مش 35. 32 سنة. اللي اتعرض على المؤتمر 32 سنة. تمام. المؤتمر طلب توصية إن يرفعوه ل 35، وده الكلام ده هيتنفذ اعتبارا مش الموسم القادم، لا من موسم 23-24. ومرفوع توصية لمجلس الإدارة بناء على طلب المؤتمر ان بدل 32 تبقى 35 سنة. انا عايز اروح حاجة، اللعيبة دي كلهم ابنائنا معانا في الاسرة، احنا محتاجينهم في التدريب، محتاجينهم في التحكيم، محتاجينهم في الادارة. بس احنا عايزين نفتح فرصة كمان للعيبة الصغيرة اللي طالعة. حصلت قبل كده في مجلس الدكتور حسن، كان اللاعب بتاع الدوري الدرجة الاولى او الدوري الدرجة التانية سنه ما زادش عن 25 سنة، وكل ده هم الحكام اللي طلعوا ومشينا بيهم والمدربين الشغاله دي كلها لما بطلوا عند سن 25 سنه راحوا خدوا كورسات في التحكيم وكورسات في الاداره وكورسات في التدريب، ودي عناصر مهمه جدا للعبه. تمام. دلوقتي هو بيلعب خلاص، ان احنا سايبينه بيلعب، احنا عايزين العناصر احنا نستفيد منه في الثلاث عناصر دول اللي يهموا اللعبه. طب انا لو في يعني في لاعب عنده 36 37 سنه ولسه بيأدي وبشكل كويس ولسه في يعني في قمه عطائه، ممكن خلاص هيطبق عليه قرار هيقعد. طب نفرض اللاعب ده لم يعني يحصل على دار التحكيم او تدريب او ما شابه ذلك، الموضوع هيكون صعب بالنسبه له اعتقد، وان دي تعتبر يعني اكل عيشه زي ما بنقول. انا ده شق، انا بسال بس مش اكتر. يعني احنا اولا دورات التدريب عندنا كل سنه، عندنا دورات للجدد. تمام. سواء في ابلي سواء في بحري سواء في القاهره سواء في الجيزه سواء في اسكندريه، اي حد ممكن من ابناء مصر كلها يحضر اي دوره من الدورات دي. يعني اذا عندنا يمكن 3-4 مرات، ولجنه المدربين لجنه نشطه جدا في دراسات المدربين الجدد. انا معاك يا كابتن، انا معاك ماشي مفيش مشاكل، ولكن انا بتكلم في حضرتك، ما ممكن في لاعب كبير جدا تمام وما عندوش ملكه التدريب مهما خد دورات مش هيبقى مدرب، وما عندوش السنس بتاع التحكيم مهما خد دورات، وهو يعني لما هيبطل مش هيبقى حكم كويس.
انا بتكلم على السن، ممكن تكون العمليه يعني شويه سلبيه في حته ال 35 سنه. يعني عندنا في لعيبه دوليين كبار او لعيبه مثلا عالميين زي كاراباتيتش واخوه، الاثنين عدوا 36 سنه. في كريلا زاروف عنده دلوقتي داخل على 40 سنه. عندنا حتى في كره السله اسماعيل احمد 45 46 سنه، وفي اليد انا فاهم عندنا احمد الاحمر ماشي، بس في عندنا سيد الجون اللي موجود في سبورتي تمام، دول 38 سنة المحترفين، ما تقدرش تيجي جنبيها عشان لعيبة المنتخبات. انا مع حضرتك في دي، يعني هو حتى اللعيبة المحترفين مش هيتم التطبيق القرار عليهم؟ لا، هيتم التطبيق قرار على اندية الدوري، لعيبة الدوري ممتاز والدرجة الاولى. تمام تمام. وبعدين هيتعاد تاني عادة النظر تاني بتوصية اللي طالعة من المؤتمر لمجلس الادارة. تمام. احنا امبارح اعلنا توصيات المؤتمر، من ضمنها البند ده هيتعرض تاني مرة أخرى على اللجنة الفنية ومجلس الإدارة. كويس جدا، تمام تمام، يعني لسه القرار لم يحسم. احنا مع الناس مش جدي، احنا عايزينهم، احنا في أسرة واحدة، احنا عندنا مجالات كتيرة مفتوحة لهم. هو أنا كابتن سعيد لما شفت القرار، هو سلاح ذو حدين، هنطلع الصغيرين هيبدأ ياخدوا فرصتهم. أيوة، زي ما أنت حضرتك قلتها، مش قادر أتكلم فيها. طيب، هو الصغيرين كويس إن هم اللعيبة الصغيرة هياخدوا فرصتهم في الفرق الأولى دي بصراحة. ده الحتة الحلوة، الحتة بس التانية بتاعت 35 سنة ديت، يعني يا رب كده يعني يكون فيها إعادة نظر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. ودايماً إحنا واثقين في اتحاد كرة اليد، واثقين في اللي بيقدمه لمصر، وواثقين في القرارات، وبنتمنى إن شاء الله كده ان شاء الله كده يكون عندنا ان شاء الله كده مركز اول ان شاء الله في اللي جاي باذن الله في دوره البحر المتوسط. عندنا افريقيا اللي جايه، وعندنا بحر ابيض طبعا، وعندنا كاس عالم في يناير اللي جاي ان شاء الله رجال، وعندنا بطوله كده، احنا عندنا منتخب 2002 بنات عندهم كاس عالم الاسبوع الجاي. مظبوط، ربنا يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله 2004 بنات عندهم كاس عالم برضه في شهر اغسطس ان شاء الله، وربنا يوفقهم ان شاء الله، نشوف عندنا منتخب اول لكره اليد للسيدات ان شاء الله، وده اللي احنا بنادي بيه. لا احنا عندنا باذن الله منتخب، انا بقول لحضرتك اهوت منتخب مصر العموم السيدات ان شاء الله هيتم تكوينه. تمام. هيشارك في البطوله الافريقيه القادمه من 7-17 ديسمبر في السنغال. خبر جميل جدا، بنشكر حضرتك جدا كابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنه مسابقات كره اليد. يعني اشكرك.